لله وإنا إليه راجعون. جيردا مانتا كو إماتي بروفيسور محمد الشيخ عثمان جواري أنا وحن كو حسوس تاهر تكل مركو هري مانتا وغيريوذي اللهم أسكنه في فسيح جناتك أن لنا هاي، اللهم أوسع نزوله وأكرم نزوله وأوسع مدخله أن لنا هاي. وحن كو حسوس تاهر كل شخصيا وحن أسبراني سدي تميني أسبراني أنا هو مركز تركال أنا وسوق دكتور سنة أستغنى مركز وحوقها إن وزير كحجين كوزارة جديد كأركان ركا أسبراني إلى واجس وأصل رقمين بروفيسور ك وحن كحسوس كرا أنا شخصيا مرك جار هان مركان وزير قاشان لكن النقطة هي مركان تليها بوليس كأهابة لا تلي جار ويها لأن شروع ذا نن ما ملكنا آد ويقانا شروع ذا آد آد آد, آد وفي عن دستور كان واحد بدن كسوق بتي جار هان وحال آدي آد لو وذا تبي دونا يعني كالنت وكسوق تي دجنتا ما ملك برلمان كهاد الجرة إنه دجيو وذو بيدس واحيه أجاس كيس وسميه إيوه لما يسترك الدستور كنا وحوالين أو وحو أها أو معجمة يعني ومقاموس أو كنت حسوس تسأل وفي عنتها هاي ما ملك دولة نمذة الصومالية آد وحسوس تأي أها إله أو نحرسنا لنا أذانك صلاة الظهور يعني وحروها كان ينادى وذيال تبنتين وودي دونا إن شاء الله.